عندنا إعلان تسنن من الأخ محمد من الغربية. السلام عليكم أخي محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا أخي، شنف مسامعنا اختصار عن قصة تشيعكم لآل رسول الله صلى الله عليه وآله وتسننكم بالسنة أو لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله. صلى الله عليه وآله. أحب أشكرك أستاذ علي أشك علي وأشكر الشيخ ياسر الحبيب على تعبكم وعلى اللي أنتم تعملوه، وربنا يعينكم ربنا يعينكم ورب يخليكم لنا، نورتولنا طريقنا وعرفتونا دين الحق. الله يحفظكم. أنا أحب أعرفك طريقة تشيعت إزاي. نعم. أنا كنت في يعني كنت بحيي جماعة الإخوان المسلمين أو المتأسلمين بمعنى أصح. فجينا في يوم أنا وأخويا سمعنا حديث رضية الخميس. نعم. فروحنا لواحد من الجماعة سألناه أنتوا يعني إيه الحديث ده؟ إزاي إن عمر يقول لرسول الله صلى الله عليه وآله إن الرجل لا يهجر؟ إزاي هو يشتم رسول الله؟ رد علينا قال إيه؟ قال لك يا نحن نمسك له على غلطة. نعم. إزاي نمسك له على غلطة؟ طبعا هي دي غلطة. نعم. دي طبعا مش غلطة، ده دي أمر من كبيرة من الكبائر. إزاي أنت تكذب رسول الله وتشتمه وده ما بينطقش كلمة إن هو إلا وحي يوحى؟ نعم أخي. بعد كده بدأنا نتابع حضراتكم، وبدأنا نتابع حضرة الأستاذ ياسر ومحاضرات كيف زيف الإسلام وأكذوبة عزالة الصحابة. نعم. وكل محاضراتكم إن شاء الله يعني ربنا ينصركم بينطلنا طريق الحق. الحمد لله. الله يحفظكم أخي الكريم ويبارك بكم ويثبتنا وإياكم على الإيمان والهدى. أترككم مع سماحة الشيخ الحبيب حتى يلقنكم الشهادات الإسلامية. تفضل يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخانا الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله بك. أحب أن أول حاجة أقبل إيدك يا شيخ ياسر. الله يحفظك، جزاكم الله خير الجزاء. نشكر لك غيرتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الموقف الغيور منك. أنا بدعي لك أنا وأخويا أن أنت نورتنا طريقنا. جزاكم الله خير الجزاء، بارك الله بكما وثبتنا وإياكما على الإيمان والهدى والصلاح والتقى حتى نلقى المصطفى وآله الطاهرين عليهم السلام في جنة الخلد. اللهم آمين يا رب. اللهم آمين يا رب. اللهم آمين يا رب. أنا أحب أتشيع على إيدك وأخويا في أي وقت هيخليه يرن عليك عشان يتشيعه كمان إن شاء الله تعالى على بركة الله تعالى. قل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنه لا شبيه له ولا نظير. وأنه لا شبيه له ولا نظير. جل جلاله. جل جلاله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. وسيد الخلق أجمعين. وسيد الخلق أجمعين. ومبرأ من كل عيب وشين. ومبرأ من كل عيب وشين. صلى الله عليه وآله. صلى الله عليه وآله. أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله. أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله. أشهد أن فاطمة الزهراء وأبناءها المعصومين حجج الله.
أشهد أن فاطمة الزهراء وأبناءهما المعصومين حجج الله. صلوات الله عليهم. صلوات الله عليهم. أبرأ إلى الله. أبرأ إلى الله. من أبي بكر وعمر وعثمان. من أبي بكر وعمر وعثمان. وعائشة وحفصة. عائشة وحفصة. وسائر أعداء أهل بيت رسول الله. وسائر أعداء أهل بيت رسول الله. أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان. أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان. وعائشة وحفصة. وعائشة وحفصة. في النار. في النار. صلوا على محمد وآله الأطهار. الله صل على محمد وآله الأطهار. وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. هنيا لك أخانا الكريم. شكرا لكم على اتصالكم. ركوبك سفينة النجاة وتصحيحك إسلامك. قر الله عينك بالجنة إن شاء الله. تقبل الله أعمالكم. احنا بندعي لك والله بندعي لك والله بندعي لكم جميعا. جزاك الله خيرا. كل حلقات لك الأستاذ علي إبراهيم والأستاذ محمد أبو سلطان جميعا والشيخ فايز الله يبارك والعمدة وكلكم جميعا بندعي لكم والله. جزاكم الله خيرا الجزاء.